اخبار اليوم. جايبه بنتي، بنتي جايبها من اسيوط، وجايه بنتي مع انا ابوها عاجز من العواجز، ابوها الله من العواجز، ما قادر يمشي ولا حاجه. انا جايبها وجايه في القطر، وجايه بنتي 2013 معاها ماجستير، معاها ماجستير وحقوق. الحاجه مش اول واقفه معاها، وعامله حقوق سنتين، حقوق بعد الكلية 5 سنين. وانت عايزة انها تتعين؟ عاوزاها تتعين. ايوة، عندها 4 بنات، التانية على الدفعة، البنت الكبيرة 2010، التانية على دفعتها، خدوهم وكانت نيابة عشان ابوهم دكتور، وسقطت تيمور عشان ابوها وضع عامل في مسجد، سقطها. يعني بنت حضرتك التانية على الدفعة وما تعينتش؟ بنت التانية الدفعة ما تعينتش، ما خدهاش وكالة نيابة، ما خدهاش وكالة نيابة، حسبنا الله ونعم الوكيل. والعينين اللي بعديها عشان معاها وقت؟ عين اللي بعدها كتير، بقى بينها 600 جلدة، بينها 400 جلدة عشان ابوها دكتور. اسمها ايه الدكتورة بنت حضرتك؟ بنتي اسمها اسمها فتحي على احمد، ما خدتش حقها، ما خدت الاولى. طب تحبي؟ خدت التانية بنتي ما خدهاش، خد التالتة ابوها دكتور، الرابعة ابوها دكتور، الستمية جلدة ابوها دكتور. والد اسماء بيشتغل ايه طيب يا حبيبي؟ والد اسماء كان موظف في مسجد، في مسجد عامل في مسجد، وتحاشى على المعاش، بيعاشوا 600 جنيه مش عاملين حاجة، 600 جنيه مش عاملين حاجة. الرسالة اللي عايزة توصلها للرئيس السيسي او المسؤولين؟ انا اصلها المسؤولين الكبار او الجامع ده كله، العالم ده كله، مش بنت بس، اولاد الناس كلها، والله غلابة كل عاوز يتجوز، عاوز يفتح بيت، عاوز يخلف البنت، عاوز يتجوز. جاء عريس و15، ما اقدرش اجهزها والله العظيم ما اقدرش، عشان معاش ابوها 600 جنيه وهي حاطله، عامله ماجستير سنتين وخمس سنين كليه، سنين كليه شرع وقانون اسيوط، 5 سنين امتياز مرتبه شرف. البنت بقت تذاكر والله العظيم بتجوع، والله بتجوع، بنت بتلف بتجوع على رجليها، بنت ودي وصلواتنا عليهم الدم حتى ما علمناهم. ده انا والله العظيم شقينا في الدنيا كتير، واي واحد ادعي عليه من المسؤولين اما صلي وادع عليهم وحسبي. ده انا بنتي انهارت في يوم، جبنا لها الدكتور كانت تموت، ومن كام يوم يعني ندوهم ودعوهم، عملوا مقابلات تاني من كام يوم. انت تسمع المقابلات دي؟ بنتي دفعت 2010 ما دهاش يا اسماء، خد زميلتي كده مقابلات، بنتي بقت تبكي وبنتي حامل، ذنبهم ورقبتها، بنتي حامل 5 شهور هتنزل الطفل بسببهم، حرام عليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.